هذا تسجيل البرنامج التعليم العراقي لتطوير فكر التدريبي للمدربين العرب. أنا المؤسس موفق المنح. أسست هذا البرنامج لخدمة مجتمع كبير من المدربين طبعا والمختصين في هذا المجال لكي ينهلوا بما متوفر في التعليم الإلكتروني اللي يجلب المادة الجيدة لبيتك في أي وقت تشاء، واللي تستطيع أن تضعها على هاتفك أو على الآيباد أو على أي وسيلة اتصال أخرى لأن تذاكرها في أي مكان تكون. فإذا حملت البرنامج راح تحمل مئات التمارين، على ما أعتقد مئات، وأنا أسعى للوصول إلى موسوعة تدريبية كاملة إن شاء الله طبعا بإذن الله تعالى. فمن التمارين اللي تعجبني هاي تمارين شوتينج على هدفين اللي أنا أسميها تدريب تخصصي كامل للستة الأماميين، سواء لعبت 4-3-3 4-4-2 4-1-2-3 وهكذا في التشكيل اللي يقترب من 4 لاعبين وسط ومهاجمين، سواء المهاجمين على الأفقيين أو عموديين مع مهاجم يعني واحد ومهاجم آخر في مكان ما يختار المدرب مائلا عن مكان المهاجم الأول. هذه بها العراقيين بارعين أنه يضعون مهاجم ثاني خلف المهاجم الأول أما على جهة اليمين أو على جهة اليسار. وعندنا المدربين العرب بارعين في الحمد لله التدريب، سواء ما ينقصهم هو إيمان الإدارات بهم، مشكلة كبيرة أستغفر الله. فالتمرين إذا تشوفه أنا أركز على الست الأمامين، إذن أريد أن تكرار التصويب في هذه الفعالية. في كل محاولة أجعل اللاعب 11 و7 و10 و9 كل واحد منهم يصوب على هدف لكل واحد، بمعنى التدريب أنه الأربعة ذولا راح يصوبون، إذا أحتاج كرتين مع هذا مغذي ومع هذا الفيدر كرتين، دائما اللي هنا عنده كرتين جاهزة. التمرين يكون بسيط وأنا شرحته فقط بالرسوم إن شاء الله، لكن أحد الأخوة يعني دائما يقول لي دكتور مفاق الرسوم يا ريت تشرح، تبقي الرسوم شرح الرسوم وتشرح على الانيميشن يعني ويسمي المتحرك، هاي تسمية صحيحة. مناولة أولى، مناولة ثانية، مهاجمة الكرة، تصويب على المرمى، 10 يروح يستلم، من 6 و9 يروح يستلم، من 8 باع يتخاطبهم، 9 يهيئ 7، 10 يهيئ 11، 17 يصوبون. ممتاز، 4 صوبوا. الآن بدل مراكز، مناولة، تهيئة كرة أمام الهدف، 7 يصوب ويروح يستلم من 10، و11 يصوب ويروح يستلم من 9، 11 يهيئ إلى 8، وعندك 7 هيئ إلى 6، يبدلوا المراكز. شوف ندور اللاعبين على المراكز، هيئ أمام الهدف صوب، 8 يروح يستلم من 7 و6 يستلم من 11، 6 يهيئ 9 و8 يهيئ 10، والريباوند مهم، 6 عملوا أحسن شيء وراح تابعوا الكرة ويدون كرر حسب عدد التكرار اللي المدرب يضعه في البال. زين، فركز على الهجوم السريع، ركز على دقة التبادل الكرة والتصويب، ركز على ما يعرف توقيت الأركاب، ركز على الريباوند أو الكرة الثانية. الحين في هذه الفعالية ما أتحرك أو التسعة والعشرة، المفروض يروحون يتحركون على الكرة. نشوف اللاعبين، لاحظ كل واحد بعد التصويب يروح يستلم من البعيد ويهيئ الزميلة، بعد 11 الآن ما تحرك، 7 ما تحرك، إذا أكو خطأ أوقف الفعالية وأشرحها، 7 و11 بعد أن يهيئون كرة يروحون
للكرة الثانية، ما يعرف بالريباوند أو متابعة الكرة المصوبة، باسنج، شوتينج، روح يستلم من البعيد، هي لزميلك. إذا أربعة هم صوابوا. يا سلام عليكم. لاعبين جديدين، وإن شاء الله المدرب اللي يدرب على التمرين راح يتمتع به. هل يمكن أن نضع لاعبين أكثر؟ إيه طبعا، ممكن أن تضع اثنين وثلاثة إذا كان السيستم مالك يعتمد على صعود اثنين وثلاثة. سيستم اللعب وليس التشكيل، يعتمد على صعود ذول الدائم إلى المنطقة المظللة التي تكلمت عنها سابقا. ممكن نضيف اثنين وثلاثة، لكن نجيب أربعة وخمسة أنا ما أفضل، ما أفضل. فوضع اثنين وثلاثة وياهم، لأن نظام اللعب مالي اثنين وثلاثة صاعدين ويا الأربعة الأماميين، وثمانية وستة مستقرين بنظام لعبي بالتشكيل اللي بيه أربعة بالوسط. زين، فدائما نطل مسؤولية الهجوم على الأطراف والوصول إلى المنطقة المظللة أمام منطقة الجزاء للظهيرين اثنين وثلاثة، وهم الظهيرين العصريين أسميهم هاني بسبب هاي الحركة. فأنت المخرج وهذا قدامك المسرح، واللاعبين هم الممثلين. إذا أنت تريد تدير مسرحية جيدة، قود المسرحية والتلقين بشكل جيد، هذا هو. أنت البيك بوس. فيسألني واحد قال الكتابة بالإنجليزي أهميتها، قلت له هذه تذهب لتوضيح التمرين للمدربين الأجانب، لأن أنا أضع فعالياتي على مواقع أجنبية، فيفتهم المدرب الأجنبي من خلال الترقيم مرة واحدة، ما يحتاج للكثير من الوقت. تزيد السرعة شوية، اهتم بسرعة التمرين واهتم كذلك بالراحة، يعني يخلصون بكوك أكشن يرجعون يتمشون يبدلون مكاناتهم. أنا يعني عندي غير ذول الستة ما عندي قاعد أدربهم، ممتاز. ودائما أكو كرتين عند كل لاعب، هاي الكرة الأولى وهاي الكرة الثانية. الكل صوبوا، تسعة صوب، العشرة صوب، سبعة صوب، دعا صوب. هذا اللي أريدان الفعالي، أنه الآن ثمانية يهيئ، سبعة يصوب، سبعة يروح يهيئ، ستة يصوب. ممتاز ممتاز. طبعا هاي أشياء ممتازة إن شاء الله، وهي ليست منقولة إطلاقا، أنا رجل لا أكذب أبدا ولا أعمل شيء يتطلب ذكر المصدر ولا أذكره، لا، بكل فخر أذكر المصدر، لأن يعني الحياة هي يعني دائما تعتمد على المصادر. رمضان المبارك، صلى الله على سيدي رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا موفق المولى، أسجل المدربين العرب، وكما أسلف فإن هذه البرامج كلها مجانية، قد يأخذها البعض ويضعها بدفع مبلغ مادي. أنا أنصح اذهب على اليوتيوب لاستديو مالي، ستجد مئات التمارين. شكرا جزيلا.